السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم الأحد بعد بكرة نحن على موعد مع انعطافة كبيرة في البحرين، يعني المسألة تتجاوز الشيخ عيسى قاسم، تتجاوز المعارضة، هي يعني كل الاستهداف الذي يتم استهداف شيعة الخليج بالدرجة الأساس، وخط الممانعة في المنطقة سيتمثل يوم الأحد. قبل قليل يعني وردت الأنباء بأنه اليوم عصر اليوم دخلت مزيد من القوات السعودية للبحرين، وهناك استعدادات كبيرة جدا. أيضا بلغنا بأنه مكاتب العلاقات العامة، 7 مكاتب علاقات عامة في أوروبا تابعة للبحرين والسعودية، يعني على قدم وساق وعلى حالة طوارئ. الواضح أيضا بأنه احتمال أنه بعد المحاكمة طبعا تداعيات، أو بعد الحكم يكون في تداعيات، ربما على الأرض، ربما النظام يسعى لفض الاعتصام أو يصبر قليلا، ولكن الذي سيحدث أنه ستكون هناك تداعيات في المنطقة، ربما على مستوى الحوزات العلمية وعلى مستوى بعض الدول الصديقة وبعض المنظمات الصديقة. النظام أعد العدة بأنه رتب، طبعا رتب المسألة يوم 7 لأنه يوم انتخابات الفرنسية، العالم كله سيكون مشغول عن هذا الحدث، وأيضا رتب الموعد بعد انقضاء فض السامر في جنيف، وأيضا لأنه بعد بعدة أيام ستكون القمة الخليجية، والقمة صدق أو لا تصدق ستكون بحضور ترامب. هم رتبوا الأمور بحيث يعدوا العدة ويكملوا يعني الخناقة على الحراك، يحاولوا أن يخنقوا الحراك في البحرين، وربما يذهبوا إلى مزيد من طحن إلى شيعة الخليج. وأقولها ليس من الباب الطائفي، وإنما المسألة هكذا، بأنه مع الأسف الشديد محمد بن زايد، محمد بن سلمان، وحمد بن عيسى بالدرجة الأساس في هذا الموضوع متخذين القرار بأنه لا يبقون باقية إلى أي شيعي لا يكون موالا إلى الحكم في هذه الدول، وهذا الأمر الذي هم يريدون الآن يطبقونه. بالنسبة إلى السعودية المجروحة كالحيوان المجروح الموجودة يعني في الهزائم المتتالية في اليمن، في العراق، في سوريا، في لبنان لم يستطيعوا أن يعينوا رئيسا، فبالنسبة لهم المسألة الآن البحرين، بالنسبة لهم هذه الساحة الخلفية، بالنسبة لهم يريدوا على أساس هذه التصريحات أنه يكسرون رأس إيران في البحرين. لا أدري يعني ما ربط بين الحراك الوطني الشعبي المستقل في البحرين وبين إيران، إذا كانت إيران تسعى من أجل حقوق الشعوب فما بال الناس في البحرين. وجه رسائل قصيرة، الرسائل إلينا إحنا أولا، نبدأ بأنفسنا. نعم أؤكد كما يعني ربما سبقني الأعزاء بأنه ينبغي اليوم، يعني يومنا، ما نجلس يد على يد، ينبغي أن نشغل من نستطيع. اليوم الحمد لله في مساجد استطعنا أن نوصل إليهم الصوت، في مساجد بريطانيا يعني وصلنا بأنه يتحدثون، وصار في تحدث سواء يعني من دار الإسلام، كولنديل، دار الجعفرية، ستانمور، كذا، صار على أساس أن كلام وتوجيه وتوعية الناس حول الخطر الداهم يوم الأحد. طبعا مسألة يعني أكثر ما استطعنا أن نصل إليه هو أكثر من 80 عالم دين في بريطانيا، وأكثر من 60 مسجد ومركز إسلامي في بريطانيا استطعنا أن نصل إليهم، جزاهم الله خير، وقعوا على بيانات، ولكن نحتاج كل واحد منا إحنا عبر علاقاته من اليوم
إذا مو ما بدأ لابد أن نشغل وسائلنا، وسائل تواصل، وسائل ما يمكن أن نبين خطر المسألة. الخطر أعيد أكرر ليس خطر مسألة حكم على سماحة الشيخ عيسى قاسم، إنما طحن إلى الطائفة الشيعية في المنطقة، في منطقة الخليج. طبعا هيهات أن يستطيع أن يطحنوا الشيعة، ولكن طبعا الشيعة تعرضوا إلى 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 مكاره كثيرة في زمن الغابر، ولكن هم يريدوا هالشكل الآن. يعني يحلو لهم الآن في المنطقة، يرون بأن ترامب معهم، تريسا ماي معهم، الغرب اليمين الغربي قاعد يتصاعد كذا. على كل حال، الرسالة إلى شعبنا في الداخل بأنه اليوم هو يوم المصير، ينبغي أن يكون هناك تواجد في الساحات بقدر ما يمكن، ينبغي أن يكون هناك يقظة وتوافد على الدراز، لا سيما إذا لا سمح الله كان هناك حكم منعا لأخذ سماحة الشيخ، رغم أنه بس يعني على شو اسمه طرف أقول احتمال إن النظام يصبر، ما يفضل اعتصام مباشرة بعد المحاكمة، ولكن ينبغي أن ندرك بأن النظام في أي لحظة ممكن أن يهجم ويأخذ سماحة الشيخ ويحاول أن يفضل الاجتماع. ينبغي أبناء الشعب أن يكونوا حاضرين في الساحة أكثر من أي وقت مضى. ربما نستطيع أن نحول هذه المحنة إلى تحدي، ونستطيع أن نرفع الهمم، نستطيع أن نخلي الناس كلها موجودة في الساحات أكثر في من أي وقت مضى. هذا هو دورنا في تحشيد الناس، في حضور الناس. كل اهتمامات ينبغي أن ينصب خلال اليومين القادمين على هذا الموضوع، ويعني على الجميع أن يأخذ مسؤوليته. هناك عمل دؤوب يقوم به أخوتكم في هذا المجال، ونحتاج إلى كل شخص منكم، يعني كل واحد منكم، بس أرجو كل واحد منكم يسأل هذا السؤال: أنا شنو أقدر أسوي؟ وأنا أقدر أسوي شيء وما قاعد أسويه. خلي يسأل نفسه، خلي يشحذ همته، إن شاء الله سبحانه وتعالى بالعمل الجماعي. هذا هو موجود، هذا هو دورنا. عندما نقول نصرة الحق، هذه أوقات نصرة الحق. النظام يعني صعد واستهدف الرموز، ثم مختلف الفئات، والآن وصل إلى عمود خيمة الشيعة في البحرين، وهو يريد أن يضرب هذا العماد الذي هو بالأساس هو الركن الركين إلى شيعة البحرين، وضربا في معتقدهم، ضربا في يعني حتى شؤونهم الدينية، ليس فقط أحكام أسرة، إنما الدور جاي على منع، ربما منع العزاء، منع مظاهر الشعائر الدينية لدى الشيعة. هذا الأمر جاي، هذا سووه في قطر، سووه في الإمارات، طبعا في السعودية تجديد، الآن سيأتون إلى البحرين. إذن هذه مسألة غاية في الأهمية. يعني نهاية كلامنا بأنه نحن نعتبر بأنه، أنا أكد على اللي تفضل بأبو حسن أستاذ علي الشامع، أنه نعتبر بأنه كل محنة هي في سبيل الله نعمة وبركة من الله سبحانه وتعالى. نحن لا نركع، لا نستسلم، نحن لا يمكن أن يعني ننصاع إلى هذه التهديدات وهذه الضغوط. بالعكس، هذه الضغوط تقوينا، تصلبنا في الله أكثر وأكثر من السابق. رموزنا الآن في السجن هم أقوى. يعني سبحان الله، يوم الأحد الماضي كلمت الأستاذ حسن مشيمع، وما شاء الله عليه جبل ما شاء الله، مرفوع الهامة ما شاء الله، عالي الشان ما شاء الله، وقال كلنا همتنا عالية. ينبغي أن نكون هكذا أمام هؤلاء الأعداء، ونواصل دربنا مهما حصل. والله سبحانه وتعالى كتب النصر لمن ينصره: إن الله ناصر المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى لينصرن الله من ينصره. الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف لابد أن يمكن الدين، لابد أن يمكن للمؤمنين إن شاء الله، ولكن يحتاج المؤمنين أن يكونون صابرين، صامدين، محتسبين، متقين لله.
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله سبحانه وتعالى. هذه الشروط الأول أو الأربعة إذا تحققت لدينا الله سبحانه وتعالى سينصرنا بإذن الله تعالى. والله خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.